السلام عليكم وأهلا بكم في سلسلة الفري ايفنتس الجديدة، مش جديدة ولا حاجة يعني، بس احنا يعني بنقول عليها الجديدة. الصوت واضح الأول؟ الصوت واضح؟ صوتي تمام؟ صوتي تمام واضح لكم؟ الصوت واضح يا شباب؟ لو سمحت بس اكتبوا لي بس ان هو واضح، او اكتبوا لي ان هو تمام او كده يعني حبيبي، ربنا يحفظك. ماشي، تمام. ده الناس كلها يا جماعه هنا نفس البيج بانز بتوعي كلهم. ماشي. طيب جميل، زي الفل. طبعا النهارده باذن الله احنا هنتكلم. طبعا انا ايه كنا احنا عملنا زي سيرفي كده ظريف، اسئله على الصفحه، تحبوا نتكلم عن ايه؟ يعني ايه الموضوع اللي احنا نتكلم عنه؟ فاحنا حطينا مواضيع، فالناس قالوا اوكي اختاروا او قالوا خلاص نمشي بالترتيب. كنت انا حطيت كده 5 6 مواضيع، الادمن بتاع الصفحه حط 5 6 مواضيع، فالناس في ناس كتير قوي اختارت الكريتيكال ثينكينج، اختار موضوع الكريتيكال ثينكينج. هو الموضوع الكريتيكال ثينكينج من المواضيع بصراحه اللي هي يعني بتطبق في حاجات كتير قوي، يعني بتطبق في الصناعه، بتطبق في العلم، بتطبق في الهندسه، بتطبق في اي حاجه يعني. فالكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي هو يعني شيء مهم لينا كلنا، حتى في حياتنا الشخصية، حتى في حياتنا الشخصية. احنا قلنا نبعد شوية عن المواضيع اللي هي التقليدية بتاعت الهندسة، ونتكلم عن موضوع ظريف ممكن الناس كلها تشارك فيه يعني. طبعا قبل ما أبدأ، بس أعرف بس الناس اللي موجودة معانا، يا ريت بس كده حد بس يقول لي ايه مهندس، طالب، طبيب، يعني أعرف بس الناس اللي موجودة ايه يعني. يعني كل واحد بس يكتب لي بسرعة كده الفئه اللي موجوده معانا عشان اعرف بس اتكلم ازاي، لان مهم ان انا اكون عارف مين الموجود عشان اعرف اتجاه الحديث يمشي ازاي. طيب جميل، في مهندسين كتير اهوت. ده برضو ناس، كل الناس بتوع الصيانه موجودين برضو، حاجه والله زي الفل ما شاء الله. صيانه، طالب هندسه، طالب مهندس، مهندس مهندس مهندس، مدير مشروع، اوبريشنز، اوبريشن مانجر، مهندسين، كل مهندسين ما شاء الله. مش عارف، انا ماليش بيج فانز انا في الفئات التانية، مش عارف ليه. كنت نفسي يبقى ليا فانز تانيين، بس مفيش يعني. مهندسين. طيب خلاص، يبقى الكلام كله هيبقى في اطار التفكير العلمي والتفكير الهندسي، يعني التفكير النقدي في الهندسه والعلم يعني. انا بس بحب اعرف الناس اللي موجوده عشان لما اجي اضرب امثله تبقى ناس فاهماني يعني. طبعا الناس هنا كلها ما شاء الله عليهم، ايه كلهم مهندسين. طبعا الناس كلها عارفاني يعني اكيد يعني. اللي مش عارفني يا جماعه، زي ما قلت لكم زي كل مره، انا اصلا بدي الايفنتات دي عشان اتكلم عن نفسي شويه، لاني مش لاقي مكان اتكلم فيه عن نفسي. فممكن انتوا على طول ايه يعني جوجل تكتب بس اسم ياسر شعبان، فيعني ممكن تعمل ايمج او ايه او تقرا او 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 تقرا عني شويه ولا بتاع، تعرف انا مين يعني. يعني انا يعني قصدي الايه اللي ما يعرفنيش ممكن عن طريق جوجل يعرف انا شغال ايه وبعمل ايه وبتاع وكده، وتعليمي ايه والكلام ده كله، بحيث ان هو يبقى عارف مين اللي بيتكلم يعني. في الحقيقه الموضوع بتاع الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، هقول بقى كريتيكال ثينكينج على طول يعني. كريتيكال ثينكينج هو بيطبق في كل شيء، بدايه من حياتنا، في كل حاجه، في اختيارك للبسك، في اكلك، في افكارك، في السياسه، في الاقتصاد، في العلم، في الهندسه. فموضوع الكريتيكال ثينكينج موضوع مهم جدا حبيبي، ربنا يبارك فيك. موضوع الكريتيكال ثينكينج مهم جدا لانه فعلا بيفيدك انت في حياتك الشخصيه كمان، لان احنا حياتنا كلها مبنيه على شويه مشاكل واحنا بنحلها، وعلى شويه قرارات احنا بنتخذها طبقا للمعطيات اللي بتكون موجوده قدامك. طبعا احنا عاوزين بس نفرق بين حاجتين، اني نفرق بين كلمه كريتيكال ثينكينج والكلام الثاني اللي هو بيسموه الساينتفك ثينكينج والانجينيرنج ثينكينج والكلام ده كله. الكريتيكال ثينكينج بيكون موجود في كل حاجه يعني. الكريتيكال ثينكينج دوت بيبقى جزء من الساينتفك ثينكينج، جزء من الانجينيرنج ثينكينج، جزء من اي عمليه تحسين، جزء من حل اي مشكله، جزء من اتخاذ اي قرار. فالكريتيكال ثينكينج يعتبر جزء من
اي مشكله، اي حاجه عاوز تاخد فيها قرار، فتلاقي دايما الكريتيكال ثينكينج هو موجود داخل دايره. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت هتلاقي ان فيها حته الفيدباك، حته الكونتينوس امبروفمنت، حته السيركل، حته السايكل. فتلاقي دايما انت بيكون عندك شويه معطيات لمشكله معينه، فانت بتبتدي تعرف المشكله دي وتبتدي تسال نفسك شويه اسئله وتاخد قرار. وبعد ما تاخد قرار بترجع تاني تعمل ريفيو وتشوف الفيدباك بتاع القرار دوت، هل انت ممكن تحسن اكتر ولا لا. والكلام ده بيتم حتى في حياتك الشخصيه، يعني انك انت ممكن تلاقي عندك مشكله فبتقعد تسال نفسك ليه حصل كده. فتلاقي ان الكريتيكال ثينكينج دوت ليه تولز كتير قوي ممكن تستخدمها. يعني ممكن تستخدم اي حاجه، عشان هنا عندنا ناس بتوع مينتننس، فموضوع الكريتيكال ثينكينج يكون استخدامه في اي، يعني التولز بتاعته كتيره جدا. يعني في ناس بيقولوا ان الكريتيكال ثينكينج دوت ممكن تصل الى 100 تولز، لان الكريتيكال ثينكينج هو البروبلم سولفنج، الكريتيكال ثينكينج هو الساينتفك ثينكينج، الكريتيكال ثينكينج هو الانجينيرنج ثينكينج. في اختلافات طبعا بسيطه انا ممكن اقولها لك في اخر المحاضره ان شاء الله باذن الله، اقول لك الفرق بينهم ايه، بس تكون عارف ان التفكير النقدي هو تفكير موجود اصلا لحل مشاكلنا واتخاذ قرارات سليمه. التفكير النقدي هو تفكير موجود لحل مشاكلنا اللي هي يعني problem solving واتخاذ قرارات سليمه، هو ده التو بارتس بتوع الكريتيكال ثينكينج، البروبلم سولفينج والديسيجن ميكينج. لو انت حبيت تقعد في اي مكان، تقعد في اي ميتنج، تقعد مع ناس وتقعد تحكي لهم عن ازاي يفكروا صح وازاي يحلوا المشاكل وازاي يحسنوا من ادائهم وازاي يعملوا يعني كواليتي كنترول، كونتينوس امبروفمنت، اي حاجه، هتلاقي ان التفكير تفكيرك دايما منحصر في دايره، دايما بينحصر في دايره. هتلاقي دايما اول حاجه انك تعمل ايدنتيفاي للمشكله او بتعمل ديفاين للمشكله، وبعد كده تستكشف وتقيس، وبعد كده تعمل اناليسيس، وبعد كده تاخد اكشن، وبعد كده تعمل فيدباك والكلام ده كله. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي ان كميه يعني عدد العلماء او عدد الناس اللي عملوا السيركل دي، يعني سيركل 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 دي في الهندسه او في التفكير العلمي او في التفكير المنطقي، هتلاقي عددهم كبير جدا. كل واحد بيفكر باسلوبه بدماغه هو، يعني كل واحد بيفكر بدماغه هو. اللي قدامك حاليا دلوقتي انا عاوز اوصلك بس ان كل الناس كل العلماء بيفكروا تفكير كريتيكال ثينكينج بنفس الاسلوب، الكريتيكال ثينكينج بنفس الاسلوب، اللي هو التفكير المعتمد على الاسئله الكتيره وتعريف المشاكل والبحث في حل المشكله واتخاذ قرار وعمل فيدباك والكلام ده كله. فهتلاقي ان في واحد قال لك ايه ده، اي حل اي مشكله او التفكير العلمي الصحيح لازم ينطبق على كلمه الايه المثالي ايديل، يعني اي دي اي اي ال، يقول لك ايدنتيفاي ديفاين اكسبلور اكشن لوك باك. طبعا لو انت لاحظت الانجليزي اصلا لغه ضعيفه، من اللغات الضعيفه يعني، فتلاقيهم دايما هم بيحاولوا بيحطوا الكريتيكال ثينكينج في دوائر وبيدوروا على شويه افعال او فيربس تؤدي الغرض بتاع الدايره دي. يقول لك اي ايدنتيفاي، دي ديفاين، اي اكسبلور، اي اكشن، ال لوك. طبعا لو انت شفت حد غيره يقول لك هي دي الطريقه المثلى للتفكير او حل المشاكل. تلاقي ان في حد ظهر تاني بعديهم مثلا قال لهم لا يا جماعه ده مش صح، ده احنا عشان نعمل كونتينوس امبروفمنت او نحل مشاكلنا، تلاقي ان هو قال لك لا انا هعمل حاجه جديده، هعمل بلان دو تشيك اكت. طبعا لو انت حد فيكم معانا هنا ممكن الدايره دي بتاعت مين؟ الدايره دي مشهوره قوي في التفكير او في التحسين او في حل المشاكل، اللي هم بيسموها البي دي سي اي، اللي هم بيسموها. حد عارف مين اللي عمل الدايره دي؟ حد عارف مين عمل الدايره دي؟ طبعا الدايره ديت من الدوائر المشهوره جدا في التحسين المستمر وفي حل مشاكل في الصناعه وحل المشاكل الهندسيه. طبعا الناس كلها ما شاء الله عليهم، في ناس اهوت ايه ناس شاطره كله قال ديمنج 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 سايكل، طبعا الناس كلها ما شاء الله عليها هنا البي دي سي اي طبعا زي الفل. طبعا في الحقيقه يا جماعه هي دي معلومه صح، هو ديمنج اللي عملها، بس اللي عملها قبليه هو استاذه راجل اسمه شيورت هو اللي عمل الايه الدايره دي، وبعد كده سميت باسم ديمنج. حتى ديمنج بعد كده قال ان هو يعني بيسميها باسم استاذه شيورت سيركل، فهو اللي عملها واحد اسمه شيورت، وبعد كده خدت الاسم الاشهر ليها باسم ديمنج سيركل، وهي بتعتمد اعتماد كلي على نفس اللعبه بالظبط، انك انت برضو بلان دو تشيك اكت. تقول طب ما بلان ديت مالهاش علاقه
بانك انت تعمل ديفاين او ايدنتيفاي او كده، هتلاقي لو انت دخلت جوه الدايره دي هتلاقي ان جوه بلان، جوه البلان جوه في ايدنتيفاي وروت كوز اناليسيس. فتلاقي دايما ان نفس القصه بالظبط، نفس الحوار، مفيش جديد. هم كلهم بيعملوا شويه دواير عشان يقعدوا يلفوا فيها وياخدوا اكشن وبعد كده يعملوا فيدباك. اللي فيكم درس مانجمنت، او اللي فيكم درس بيدرس اندستريال انجينيرنج سواء بيمنتنس ريليابيليتي بروجكت مانجمنت اي حاجه، هتلاقي ان كل الاساليب لحل المشاكل في الهندسه هتلاقيها عباره عن دايره، يعني عباره عن حاجه بتمشي كده تمشي كده تمشي كده تمشي كده وتقفل معاك في الاخر خالص. هتلاقي دايما كلمه اكت، هتلاقي كلمه كونتينوس، هتلاقي كلمه لوك باك، هتلاقي كلمه اكت. فدايما تلاقي في الاخر خالص الاخر واحده هي اللي بتحاول تدور الدايره. يعني هتلاقي مثلا في دايره ديمينج او دايره شيورت، هتلاقي ان هي في اخرها ايه؟ اكت. دي يقول لك ان هي عباره عن كونتينوس امبروفمنت، هي اللي بتلف في الدايره. هتلاقي في الـ اخر واحده هنا كده من شويه مين اهي، اللي هي لوك باك، هتلاقي هي اللي بتلف في الدايره يعني فيدباك. هتلاقي بعد كده برضو حتى لو انت حبيت تطور الموضوع، لو انت دخلت على كواليتي كنترول على السكس سيجما، هتلاقي برضو ديفاين ميجر اناليسيس امبروف كنترول. الكنترول دي برضو هي فيدباك، فتلاقي ان هو بيلف نفس اللفه، بينف نفس اللفه، سواء انت بتدرس كواليتي، سواء بتدرس لين، سواء بتحل مشكله، سواء عاوز تفكر، سواء انك انت بتسال اسئله، كل بتعمل تحسين، بتعمل اي حاجه، هتلاقي دايما الفكره كلها انك انت بتسال شويه اسئله وتقعد تلف الاسئله دي وتحط اجابات، وبعد ما تحط الاجابات تعمل فيدباك وترجع عشان تعرف المشكله اتحلت ولا لا. الكلام ده احنا بنقابله في حياتنا العمليه، في كل حاجه، في كل حاجه. يعني انت لو انت عاوز تفكر تفكير منطقي او تفكير نقدي، لازم انت تمشي بنفس الاسلوب. اسلوب ايه؟ اسلوب الكويشنج، انك انت دايما تعمل كويشنج، دايما تسال، دايما تبقى انت كيوريوس، عندك فضول، دايما لما انت عندك انكويستيف. يعني انكويستيف يعني ايه؟ كثير الاسئله، انك بتسال دايما، بتشوف ليه حصل كذا، ليه بيقولوا كذا، ليه بيعملوا كذا. فتلاقي ان الكريتيكال ثينكينج نفسه بيعتمد اعتماد كلي على حاجتين. الحاجه الاولى انك انت بتعمل ديفاين للمشكله او ايدنتيفاي للمشكله، وبعد كده تسال شويه اسئله وتطلع اجابات، والاجابات دي تلف. يعني ممكن تقول باختصار هي عباره عن ديفاين وكنترول، عباره عن ايدنتيفاي وفيدباك، عباره عن بلان واكت، انك انت بتحل. طبعا البي دي سي اي، وازاي واحد بيقول الفايف وايز، دي كلها روت كوز اناليسيس يا احمد، دي كلها روت كوز اناليسيس طبعا تولز. لكن انا بتكلم دايما على ايه؟ الفايف وايز. الفايف وايز هي في اتجاه واحد، عشان كده الفايف وايز اللي هي ايه، انا قلتها قبل كده في المحاضره اللي فاتت لما كنت بتكلم على روت كوز اناليسيس، هي في اتجاه واحد، بتسال اسئله 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 لحد ما توصل للاجابه. طبعا صح، بس الفكره كلها اللي انا بقى عاوز اشوف الصوره كامله، فعاوز اوصلك نقطه ان الكريتيكال ثينكينج هي عباره عن اسئله بتسالها كتير. فعشان كده لو انت حبيت توضح تقول ايه هي الكريتيكال ثينكينج، ايه وات از ذا كريتيكال ثينكينج، وات ات از، يعني ايه هو الكريتيكال ثينك، هتلاقي الكريتيكال ثينكينج دايما هي رحله انك انت دايما بتدور على الريزننج، ايه اللي بيحصل، بتدور على الاسباب عشان تقدر تصل للحقيقه، ذا تروث. دايما انت بينج انكويستيف، انكويستيف يعني كثير الاسئله، اند اسك كويستشنز، بتسال اسئله وعندك فضول تعرف ايه اللي بيحصل، ليه بيعملوا كده، ايه اللي بيحصل. دايما بتسال اسئله، هل ده مرتبط بشيء تاني، وات از ريليفنت، وات از ريليفنت اند وات از نوت ريليفنت، ايه المتصل بالموضوع ده او الغير متصل بالموضوع ده. والكريتيكال ثينكينج لازم يبقى فيها نقطه معينه، ودي مهمه جدا، ان انت تبقى فير مايندد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما يكونش عندك انحياز لفئه معينه. عشان كده دايما لما انت تيجي تحل موضوع، دايما لما يكون في مشاكل بين اتنين بيجيبوا واحد ملوش علاقه ملوش مصلحه بره الموضوع عشان يحلها. ليه؟ لانه هيسال يا جماعه ايه اللي حصل، ايه الموضوع، ايه الموضوع، وانت احكي وانت ايه اللي حصل وبتاع. وبعد كده هو فير مايندد، يعني هو طرف ثالث او سموه ثيرد بارتي، او الشخص اللي هو بره اللعبه، عشان هو الراجل ده هو ده اللي ايه، هو ده اللي ممكن يحل المشكله، لانه مش منحاز لاحدى الطرفين. طبعا لو انت بصيت هنا لكل هذه الصفات اللي موجوده في الكريتيكال ثينكينج، انت لن تكتسبها الا باسلوب معين. اوضح لك ازاي، ان انت ازاي ممكن، انا كده بشرح لك ازاي انت ممكن يكون عندك كريتيكال ثينكينج، ازاي انت ممكن تتبناه في حياتك،
ازاي بقى انت تزوده وازاي تنميه عندك؟ هقول لك كمان شويه، هقول لك ازاي تنميه. بس ديت الخصائص اللي هي موجود المفروض تكون موجوده في الكريتيكال ثينكينج، اللي هو الانسان اللي بيسال ليه وبيحصل ليه الكلام دوت، واحنا بيتعمل فينا كده ليه، طب واحنا ايه اللي عملنا ايه عشان يحصل الكلام دوت، والمشكله دي حصلت ليه. الناس اللي هي بتدور دايما على ايه الاسباب ولا تنظر الى الايفكت فقط. عشان كده احنا بنيجي نقول يا جماعه الروت كوز اناليسز، احنا بنقول الكوز مهم لان نعرف الكوز. لما نقول احنا بنعمل باريتو موديل، ولما كل اللي احنا بنعمل الاف ام اي اي او الفيلير مودز افكت اناليسز، وكل الكلام اللي احنا بنعمل او بنعمل ديزاين اوف اكسبيرمنت، كل الكلام ده احنا عاوزين نعرف مين اللي بيأثر، ايه الكوز جاي منين، ايه المشكله جايه منين. فالكريتيكال ثينكينج هي ممكن تقول هي جزء من اي تفكير سليم. حتى لما بيجيبوا لك يقول لك ناقد سينمائي، ليه ناقد سينمائي؟ لانه بيبص الفيلم مش من منظورك انت، انت 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 بتتفرج على الفيلم عشان تستمتع، هو بيتفرج على الفيلم بيقول ليه ما عملوش كده، مش كان احسن يعملوا كده؟ طب وليه القصه دي ما جاتش بهذا الاسلوب، اللي هو التفكير النقدي. فالتفكير النقدي او الكريتيكال ثينكينج لا ياتي الا بشويه حاجات معينه هحكي لك كمان شويه عشان ما احرقش الموضوع المحاضره، عشان بس يبقى انا حتى برضو بتكلم، انا بتكلم باسلوب منطقي وبسيكونس. ايه هي الحاجات اللي بتدل انك انت ما بتفكرش تفكير منطقي او كريتيكال ثينكينج؟ الحاجات ديت هتلاقيها كلها الحاجات اللي هي بتبقى انت دايما مفعول بيك. بمعنى ايه مفعول بيك؟ يعني هتلاقيها كلها فيربات داونز، يعني جامبنج تو كونكلوجن، ان انت بتروح على طول على الكونكلوجن. يعني ايه جامبنج تو كونكلوجن؟ بدون اناليسز، ان انت اكسبتنج اي ايفيدنس ات فيس فاليو، يعني انت بايه سطحي. بمعنى ان انت عن طريق يعني تشوف واحد لابس بدله كويس ظريف وتقول ده انسان محترم، ما انك انت ما عملتوش ولا عرفته ولا الكلام ده كله. تشوف واحد مثلا لابس جلابيه بيضة وبتاع وانسان ايه علامه صلاه في وشه، فتقول ده انسان تقي، وان كان ظاهره ده ظاهره بالنسبه لنا، لكن مش هي دي، ممكن ما تكونش هي دي الحقيقه. يعني دايما الحاجه ممكن، يعني ممكن هو كل النصابين اللي في الدنيا بيلبسوا بدل، انت فاهم، في ناس بدله كده وشكله شيك وبتاع ومعاه عربيه حلوه عشان يعرف ينصب. ما ينصب عليك ازاي؟ هيكون لابس يعني جلابيه مقطعه يعني ويجي ينصب عليك؟ فالفكره كلها ان عشان كده دايما بيبقى الفريسه بتاعته حد ما بيعرفش الكريتيكال ثينكينج، لانه هو دايما بيبقى اكسبتنج ات فيس فاليو، يعني دايما المظهر هو كل حاجه بالنسبه له. عشان كده برضو الناس، طبعا مش عاوز اتكلم طبعا اتدخل في هذا الموضوع، بس طبعا حتى برضو الكلام ده هتلاقيه في الجواز وهتلاقيه في حياتنا كلها. لما واحد يروح يتجوز مثلا بيشوف واحده مثلا فبيعجبه شكلها فقط، فاهمني، فيتجوزها، ده برضو اكسبتنج ايفيدنس ات فيس فاليو. يعني هو ما فكرش انا في حاجه واحده بس. طبعا انا ماليش دعوه بيكم، بس انا ايه بحاول اوضح لكم يعني ايه اكسبتنج ات فيس فاليو، يعني ان المظاهر، انك انت دايما بتبص على المظاهر. يعني التقوى بتشوفها باللبس، الغنى بتشوفه بالمظهر، مش عارف كل الكلام ده. طبعا كل الكلام ده خطا في الكريتيكال ثينكينج. انك انت نوت تشالنجينج لونج، يعني انت ما بتحاربش عشان معتقداتك، يعني عارف يعني ايه الناس اللي بيقولوا عليه نعمله خلاص، يعني اللي هم بيسموها ايه امعه، يعني اذا احسن الناس احسنوا واذا اساء الناس اساء، ده ما عندوش برضه كريتيكال ثينكينج. بيليفنج ان وات از سيد اور ريبورتد، يعني اي حد بيسمع مثلا ايه البرامج التوك شو، يعني بيسمع مثلا بيشوف جريده بيصدق اللي فيها، بيقرا كتاب بيصدق اللي فيه، يعني دايما بيصدق اي حاجه تتقال، دايما بيصدق اي حاجه بتتقال، صح يا سيد، دايما بيصدق اي حاجه بتتقال. يعني ايه believing in what is said or reported، اي حاجه بتتكتب اي حاجه بتتقال بيتصدقها، بتلاقيه قاعد هو قدام المذيع اللي هو المذيع بيتكلم في اي كلام وتلاقيه مصدقه وبيقول اه ده اللي حصل وده اللي اتعمل والكلام ده كله. ودايما تلاقيه holding on traditional، يعني دايما تلاقيه مرتبط بعادات الاسره وبعادات والعادات بتاعتهم، بغض النظر عن الحقائق اللي بتقول الكلام ده غلط، يعني despite of the facts، هو دايما holding للتراديشنال، يعني تلاقيه دايما انسان مرتبط باللي اتقال. طبعا الصفات دي كلها اللي هي jumping to conclusion, accepting the face value, not challenging long standing beliefs, believing in what they said, what they reported, holding traditional، كل الكلام دوت بتقول ان انت ما عندكش critical thinking. خلاصة الكلام يا جماعة، هتقعد تقول لي دلوقتي انت دلوقتي يعني انت بتعسفنا، يعني انت قاعد تقول دلوقتي ان critical thinking كذا وcritical thinking واللي مش critical thinking كذا. طب انا دلوقتي عاوز يبقى عندي critical thinking، يعني انا عاوز ابقى شخص بيستطيع ان هو بيفكر تفكير نقدي او تفكير علمي، ازاي يعمل ايه؟
انا بسالكوا سؤال الاول، انت شايف انت كشخص دلوقتي احنا قاعدين مع بعض، انت شايف بعد انا ما حكيت الكلام ده كله امتى يكون انت عندك كريتيكال ثينكينج؟ يعني ازاي يكون عندك كريتيكال ثينكينج؟ انا عاوز اسالكوا قبل انا ما اقول، ازاي انا اقوي الكريتيكال ثينكينج عندي؟ يعني يبقى انا عندي تفكير نقدي، ازاي؟ ايه هي الحاجات، انا عاوز اسمع منكم ايه هي الحاجات اللي هي او اشوف على الشات ايه هي الحاجات اللي هي ممكن تخلي عندك كريتيكال ثينكينج، اللي هي امبروف يور كريتيكال ثينكينج. ها مين يقول؟ الاسئله الكتير، ايوه الاسئله الكتير صح، بس انت هتزودها ازاي؟ يعني ايه اللي يخليك تعرف تسال اسئله اصلا؟ ما انت ممكن تقعد تكلم واحد والواحد ده اصلا ما يعرفش يقول كلمتين على بعض، ايه اللي يخليك انت عندك الكريتيكال ثينكينج ده؟ ايه اللي يخليك عندك المعرفه ان انت ما يضحكش عليك؟ ايه اللي يخليك اللي يكون انت عندك الخبره التحليل المنطقي؟ ايوه ازاي؟ ازاي؟ مانجينج باي فاكتس دونت تراست، طبعا كل اللي انت بتقوله ده يا جماعه ده افكت مش كوز. ما انا عارف انا دونت تراست، ازاي انا ازود الكلام ده عندي؟ يعني ازاي انا ابقى انسان لا يثق في الاخرين؟ ازاي انا ابقى انسان عندي تحليل منطقي؟ طبعا محمود عاشور او قال اول كلمه القراءه الكثير، طبعا كلامه صح. اول حاجه ريدنج الوت اهي، اول حاجه ريدنج الوت اهي، اول حاجه هي الريدنج الوت، عشان انت تقدر تبقى عندك كريتيكال ثينكينج او انت تعمل امبروف للكريتيكال ثينكينج بتاعك عشان تقدر تحل المشاكل، لازم انت يبقى عندك امبروف انك انت تزود معرفتك ان انت تقرا كتير. تقرا كتير، كلام ياسين صح برضو، كلام ايه محمود صح، انك تقرا كتير، انك تعمل observing others، انك تعمل observation، دايما عينيك لما تشوف حاجه تحللها. وهقول لك يعني ايه observation دلوقتي، هقول لك يعني ايه. دايما يبقى تزود الباست اكسبيرينس بتاعتك، يعني تتعلم من الايه، من اللي بيحصل ليك. عارف انت اللي بيقول لك ايه، هي السنه اللي فاتت دي كان بيقولوا عليها ايه، كانت دروس مستفاده، مش عارف في كده كوميكس ظريف يقول لك لا كانت دروس مستفاده. يعني انت ايه، لازم تبقى في ليرنينج ليسون من اللي بيحصل ده، انك انت بتقع في مشكله ها فتتعلم منها. ده الكلام ده كله بيزود خبراتك، يعني دايما اللي بيزود خبرات الناس هي الاكسبيرينس والريدنج والكلام ده كله. طبعا انت مش لازم تقع في مشاكل عشان تتعلم منها، يعني انت مش لازم انت يبقى انت الباست اكسبيرينس بتاعتك تزيد عن طريق ان انت تقع في مشاكل وتتعلم، تقع في مشاكل وتتعلم. طب ما انت تقرا عن هذه المشاكل، طب ما انت تعرف قصص الناس اللي وقعوا في مشاكل وازاي اتحلت. يبقى ده معناه الاساس يا جماعه في الموضوع هو الريدنج، انك انت تقرا كتير. عشان كده الريدنج ارتكلز، الريدنج بوكس، الريدنج، كل الناس اللي بتقرا بيبقى عندها نوع من الكريتيكال ثينكينج، ان هو قرا كتير فقدر يجمع خبرات كتير. طبعا انا عاوز اوضح لكم ان شيء، انت ممكن تجمع خبرات عن طريق القرايه بدون ما تاخد التجارب، بدون ما تاخد التجارب. يعني الباست اكسبيرينس ممكن تيجي عن طريق القرايه. حتى يقول لك ايه، التاريخ مليان عبر. عشان كده دايما الناس اللي هي سنها كبير تلاقيهم ناس ظراف قوي، يعني ايه تلاقيهم ايه، يعني مروا بتجارب، فانت تقعد تسمع لهم. ودايما لما يجيبوا حته واحد حكيم في مسلسل تلاقيه يجيبوه دقنه بيضه وايه، وقاعد لابس جلابيه بيضه وعجوز كده، صح؟ ليه؟ عاوز يقول لك يعني ان الشخص دوت مر بعدد سنين كبير في حياته، فمر بخبرات كتير. مستحيل يعني يجيبوا الحكيم عيل صغير عنده 12 سنه، يعني صح ولا غلط؟ فالفكره كلها عشان انت تصل لهذه المرحله بدون ما مر بالتجارب انك تقرا كتير. يعني حتى اقرا تاريخ، يقول لك من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره، يعني انت ممكن تعي ما يحدث وتزود خبراتك مش بالقرايه، مش بخوض التجارب، ولكن بالقراءه الكثيره، انك تقرا كتير. فموضوع الريتنج ارتكلز ده كويس قوي. طبعا انا عاوز اقول لك ان الكريتيكال ثينكينج من يعني بص مهم، لانه بيحق يعني بص هو زي ما انا كاتب كده، زي جو هاند ان هاند، يعني ايده في ايده الكريتيكال ثينكينج مع البروبلم سولفنج. دايما البروبلم سولفنج والكريتيكال ثينكينج ايدهم في ايدين بعض. يعني انت لما يكون انت عندك كريتيكال ثينك بتعرف تحل مشاكل، فتلاقي ان الكريتيكال ثينكينج مهم، والكريتيكال ثينك بيخليك تقدر تعبر بقى حاجات كتير في حياتك، انك انت يعني تحل مشاكلك. يعني عارف الكريتيكال ثينكينج ده يعني بيعمل لك كوريكت للديستورشن في تفكيرك حتى، الكريتيكال ثينكينج. طبعا الكلام ده كله بيجي عن طريق القرايه. اول مره قعدت مع المشرفين بتوعي في الدكتوراه، اول مره قعدت معاهم، فقلت لهم انا جاي عشان
عاوز اقدر اتعلم ازاي افكر تفكير علمي صح سليم. الكلام دوت انا باخد دكتوراه في كندا في 2012، يعني دي الكلام ده كان في شهر في ابريل 2012، يعني الكلام اللي بحكيه ده كان في ابريل 2012. فقلت لهم انا جاي عشان اتعلم، انا عاوز اتعلم، يعني عاوز اعرف ازاي افكر تفكير علمي، ازاي اعمل بحث علمي، ازاي اقدر افكر. فاترد عليا، كانت المشاوره بتاعتي ردت عليا وقالت لي كلمه ظريفه قوي. الكلمه دي دايما انا كتبتها في اول صفحه في الدكتوراه بتاعتي، في الديديكيشن بتاع الدكتوراه دي، اول صفحه الديديكيشن حطيت فيها شويه حاجات كده، انا شويه كوتس وشويه حاجات انا بحبها، يعني انت ممكن تقراها براحتك تقراها، يعني الحاجات اللي انا حاططها. لكن هتلاقي انا حطيت واحده مهمه جدا، اللي هي دي اللي انا بتكلم عنها، اللي هي رقم أربعة دي، اللي هي الزمور knowledge you accumulate the more critical thinking you gain. الكلمه دي كانت المشروع بتاعتي في الدكتوراه، دكتوره سمية قلت كانت قالتها لي في اول مره قابلتها. يعني كل انت ما تقرا كتير، كل انت ما تجمع نوليدج كتير، هيبقى عندك تفكير منطقي. لما اقرا حاجه اعرف دي صح ولا غلط، لما اشوف حاجه مكتوبه اعرف اقيمها، لما يكون في مشكله قدامي اعرف احلها. فالكريتيكال ثينكينج ياتي اساسا عن طريق النوليدج وعن طريق القرايه. ممكن تحفظ الكلمه دي كويس، ذا مور نوليدج يو اكيوميليت ذا مور كريتيكال ثينكينج يو جيت. يعني الكريتيكال ثينكينج ده بيجي لك امتى؟ لما انت بتجمع نوليدج اكتر وتقرا كتير والكلام ده كله. طبعا انا عاوز اوضح لك احنا ليه بنتعلم الكريتيكال ثينكينج، عشان احنا ننقد للنقد. ما يقول لك ايه، يقول لك ايه، انا يقول لك نقد بناء ونقد هدام. يعني في واحد طول حياته بينقد الناس، يشوف اي حاجه بينقدها، طبعا ده مش صح. انت ليه بتعلم الكريتيكال ثينكينج؟ انت بتعلم الكريتيكال ثينكينج عشان تقدر تحل مشاكل الناس، يعني سولف بروبلمز، عشان تقدر تحل مشاكل الناس. انت بتعمل كده عشان تقدر تحل مشاكلك، عشان تقدر تميز بين الصح والغلط. فطبعا انت مش هتعرف تحل هذه المشاكل الا بنولج كبير. زي بالظبط لما يكون انت عندك كوبايه والكوبايه ديت مليانه ميه، مفيش حد يعرف يتف فيها، سوري في الكلمه يعني، او يعمل فيها حاجه مش ظريفه. يعني انت كده كده ايه، كوبايه مليانه. فالكوبايه مليانه يعني انت عندك قناعات وبتقرا كتير والكلام ده كله. عشان حد يقدر يستبدل ما في هذه الكوبايه لازم يقنعك بشيء عشان تفضي وتحط. لكن لو انت عباره عن كوبايه فاضيه كده، هتقعد قدام التلفزيون هتلاقي المذيع بيعمل فيها حاجات وحشه، يعني بيبي ولا حاجه، فاهم انت؟ وانت عادي يعني انت فاهم اللي انا عاوز اقوله؟ يعني انت هتلاقي ايه، انك انت تلاقي ان الشخص قاعد كوبايه فاضيه، هنا في فراغ، فاي حاجه بيتقبلها، لان هو ما عندوش ولا فلتر، ولا عنده، ما فيش فلترنج، ما عندوش كويشننج، ما عندوش انكويستيف، ما عندوش اي حاجه. فبيكون دايما الكوبايه دي فاضيه، فاي كوبايه فاضيه ممكن اي حد يعمل فيها حاجه، ما فيش لا عائق بالنسبه له. اما لو بتكون الكوبايه دي مليانه، فبيكون عشان هو يقدر يعني الملحد، لما انت تقعد مع ملحد يبقى عنده كريتيكال ثينكينج. هو الملحد ده عباره عن ايه؟ عنده شويه افكار مجمعه وشويه كلمات مجمعه، مليانه كوبايه مليانه، مش فاضيه على فكره، مش فاضيه. وانت لو انت فاضي اصلا، وانت دماغك فاضيه، وقعدت مع واحد ملحد ممكن يخليك تلحد. ليه؟ لانك انت ما عندكش كريتيكال ثينكينج. لكن لو انت عندك الكريتيكال ثينكينج وانت قوي وفاهم كويس، انت لما تقعد معاه هتبذل معاه مجهود رهيب عشان تقدر تخليه يشيل شويه من الكوبايه دي، يفضيه ويحط حاجه نظيفه ثانيه بدله، لانها مليانه زفت بس مليانه. يعني خلاصه الكلام، لازم تبقى انت مليان عشان تعرف تتناقش، لازم تبقى انت مليان. مليان يعني مش واكل كتير يا جماعه، ها؟ مليان يعني قريت كتير، اتعلمت نولج، يعني سمعت، يعني عندك نولج كتير عشان تعرف تعمل الكريتيكال ثينكينج ده. طبعا الكريتيكال ثينكينج هدفه هو في الاول والاخر انك انت تحل مشاكل نفسك الاول، فاهمني؟ يعني انت عندك الزرافه لو ما حلتش مشكلتها كانت عمرها ما هتشرب، صح ولا غلط؟ فاهمني؟ يعني 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 لو الزرافه دي لو ما حلتش مشكله كانت هتشرب ازاي؟ فلازم هي تحل مشكله نفسها، يعني لازم هي تفكر ازاي ممكن، يعني انت لازم تفكر، انت لازم تحل مشكلتك الاول. طبعا اي حل اي مشكله بالذات ما تكون معاك بيبقى خاصه بيك. يعني عارف انت في كلمه للامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، بس انا مش فاكرها قوي، اللي هي داءك، مش عارف لو حد فيكم فاكرها يقول لي، بس معناها ايه؟ داءك فيك ولا تعلمه، ودواءك منك ولا تشعره، حاجه زي كده. يعني من الاخر اللي بيعرف يحل، يعني انت بتحل مشاكل نفسك، يعني انت دواءك جواك، انت الداء جواك ودواءك جواك. فانت اللي ممكن تحل مشاكل نفسك، بس الكلام ده مش هيجي من فراغ، لازم يبقى في نولج اكيوميليشن، لازم تقرا كتير، تتعلم كتير والكلام ده كله. المهم يعني عشان تبقى انت فاهم، احنا لازم، خلاصه القول يا جماعه،
لازم احنا نعمل امبريس للكريتيكال ثينكينج، للساينتفك ثينكينج، لازم احنا نحتضن هذا التفكير المنطقي عشان نقدر نحل مشاكلنا. تمام، التفكير المنطقي زي ما او كريتيكال ثينكينج بيعتمد اعتماد كلي على الاسئله، انك تسال كتير. فانت لو حتى بصيت للساينتفك ثينكينج، والساينتفك ثينكينج دوت جزء منه هتلاقي اللي هو كريتيكال ثينكينج. لو انت بصيت حتى جوه الترتيب بتاع الساينتفك ثينكينج، لو انت عاوز تعمل تغير في الحياه، تعمل بحث، تعمل اختراع، تعمل اي حاجه، هتلاقي ان الموضوع ليه خطوات. الخطوات ديت حد بيقول لي دواؤك منك وما تبصره، دواؤك فيك وما تشعره. ماشي، صح كده، صح اللي انت اللي محمد عاشور ده كاتبه، صح كلامك، صح. دواؤك منك وما تبصره، لا دواؤك داؤك منك وما تبصره، ودواؤك فيك وما تشعره، كلامك صح. تحسب انك جرم صغير وفيك ان طول عالم اكبره، كلامك صح. هو ده الكلام فعلا بتاع علي بن ابي طالب، بس انا طبعا ما بكون يعني ايه، انا لما اللي بفتكره بقوله لكم يعني. المهم يعني عشان انا ما اطلعش بره الموضوع، فدي خطوات بتاعت اي تفكير ساينتفك ثينكينج. هتلاقي فيها حته، اول حاجه هتلاقي فيها الاوبزرفيشن اللي احنا اتكلمنا عنها، انك انت لازم تلاحظ ايه اللي حواليك، تقعد تبص ايه اللي بيحصل، انك تلاحظ ان في مشكله وتتحلها وتسال نفسك، وبعد كده تعمل فرض، تفرض فروض، وبعد كده تعمل تجربه وتعمل لها اناليسز، وبعد كده تعمل كونكلوجن. لو انت بصيت لهذه المراحل، هي دي المراحل بتاعه التفكير العلمي. المراحل اللي انت بصيت عليها دي هتلاقي ان فيها في التفكير المنطقي اكتر من حاجه. الاثنين دول تفكير منطقي، انك تعمل اوبزرفيشن وانك بتسال سؤال. طبعا لو انت بصيت، انا طبعا انا عارف ان الناس مش فاهمه، في ناس ممكن ما تكونش فاهمه الكلام ده، بس انا ممكن اديك مثال بسيط. يعني انت مثلا ممكن تلاحظ مثلا ملاحظه، احنا ليه ما بنطرش، ده اوبزرفيشن. الطيور دي بتطير ليه واحنا ما بنطرش؟ فتقوم سأل نفسك سؤال، هو انا ممكن اطير؟ وبعد كده تقوم عامل فرض، طب ما انا ايه يعني، ايه القصه، لما لو انا ركبت اجنحه على دراعي وطلعت فوق العماره ورميت نفسي هطير؟ ما دي هيبص. طب ما تيجي نعمل اكسبيرمنت، يلا. هو ده فرض، بعد كده يعمل اكسبيرمنت، بعد كده يقوم مرمي، طلع فوق العماره وركب الجناحين ويقوم عامل الاكسبيرمنت، يقوم نازل على الارض، فاهم، دماغه ايه، ضلوعه اتكسر، ويبتدي يعمل اناليسيس بقى، هو انا اتكسرت ليه؟ الكونكلوجن انا مش عارف اطير. يبقى في كده اسلوب تاني، هو ده الحته بتاعت التفكير العلمي، بس انا بحاول ابسطها لك. ربنا خلقنا احنا، يعني احنا خلقنا بتفكير علمي سليم. يعني ربنا خلقنا كبشر بالفطره عندنا الخطوات دي. تقول لي ازاي يعني انا مولود عالم؟ انت مولود ساينتفك ريسيرشر، انت مولود كويس، انت مولود وانت عالم، انت مولود ربنا حاطط فيك الترتيب ده. تقول لي بجد؟ ايوه، هو ربنا حاطط في دماغنا الترتيب ده. ما احنا مش كده، ما هو ده الترتيب ده موجود ليه؟ عشان نقدر نحسن المجتمع وتقدر تساعد الناس وتحل مشاكلهم، فالترتيب ده جوانا. تقول لي طب ايه دليلك على كده ان هو الترتيب ده جوانا احنا؟ انا بقول لك انت مولود بيه، بس اللي بيحصل ان المجتمع يعني المجتمع والظروف اللي حوالينا هي اللي بتبوظ دماغنا، انت فاهم يعني ايه، واللي بيحصل حوالينا هو ده اللي بيبوظنا. لكن انت مولود بيه ازاي؟ انت وانت صغنن، وانت صغير، الطفل الصغير ده بيعمل ايه؟ اول ما بيشوف حاجه لاحظ ان في حاجه قدامه، اهو عمل ميك ان اوبزرفيشن، لقى حاجه قدامه اهي، دي اول حاجه ان هو شاف حاجه غريبه قدامه. فبيوم عام بيفترض فرض ان الحاجه دي طعمها كويس، او يوم عامل فورما هايبوثيسز ان في فرض ان الحاجه دي ظريفه، وبعد كده يعمل التجربه ان هو يحطها جوه بقه، بيتستها بقى، فاهمني، بيتستها جوه بقه. فلما حطها جوه بقه، عمل اناليسز للطعم، لسانه، الديتا، مخ، قال لك بس ده طعمها حلو. وبعد كده لما لقى طعمها حلو فابتسم. كلمه الابتسام دي يعني ريبورت يور فايندينج، يعني بيقول ايه اللي حصل. زي بالظبط كده لما انت تعمل بحث وتنشره، زي بالظبط كده لما انت تعمل منتج وبعد كده تجمع الناس كلها عشان تفتتحه، ولا كوبري عشان تفتتحه، دي اسمها ريبورت يور فايندنج، يعني انت بتوري الناس اللي حصل ايه. وبعد كده بتدعو الناس الثانيه ان هي تجرب الايه، تقوم انت اي عيل صغير جنبك تقوم جايب البتاع دي حاطه في بقه برضه. فهو لو انت بصيت على هذه على 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 على, 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 على الستبس دي، هتلاقي هي نفس الموضوع. يعني انت عندك نفس السكيلز بتاعت التفكير المنطقي والتفكير العلمي والتفكير النقدي، هي موجوده جواك. طبعا قبل انا ما مش عاوزك تتلخبط، معظم الناس هنا اللي موجودين مهندسين، الخطوات دي هي بالظبط الخطوات اللي هي قدامك دي بالظبط، هي نفس الخطوات دي بالظبط. الخطوات اللي انت شايفها قدامك دي هيها بالظبط نفس الخطوات بتاعت التفكير الهندسي، مع اختلاف بسيط خالص.
يعني التفكير النقدي والتفكير العلمي والكلام ده هو هو بالظبط التفكير الهندسي مع اختلاف بسيط. ايه الاختلاف البسيط؟ إيه؟ كل التفكير العلمي بيعتمد على الاوبزرفيشن، لكن التفكير الهندسي بيعتمد على انك انت تعمل ديفاين للمشكله. كل التفكير العلمي والهندسي بيعتمد لك بس تسال اسئله كويسشن صح. كل التفكير العلمي بيعتمد على الفروض، لكن التفكير الهندسي بيعتمد على الريكوايرمنتس، ان انت بتحط ريكوايرمنتس للايه، للمنتج ده، وبرضه بتعمل اناليسز وبتعمل اكسبيرمنت والكلام ده وبتطلع بيه كونكلوجن. بس انت في الاخر، في الاخر خالص بالنسبه للتفكير المنطقي او التفكير العلمي، ان انت بتقول هل انا صح ولا انا غلط، هل الطريق ده سليم ولا مش سليم، يا جماعه مش حد يبحث في الموضوع ده ولا لا. لكن في التفكير الهندسي انت بتقول هل انا مطابق للمواصفات ولا لا، هل انا حليت المشكله ولا لا. فتلاقي الكلام دوت موجود، هو بالظبط هو هو ان التفكير الهندسي هو التفكير العلمي او التفكير الكريتيكال ثينكينج هو هو بالظبط، لكن في حته في النص بتبقى مشتركه بينهم. الحته اللي في النص دي هي الحته بتاعه الريسيرش والتيست وعمل التجارب والاناليسز. لكن بتوع العلم، بتوع الناس اللي هم بيفكروا تفكير علمي بيعملوا دايما فروض. اما الناس اللي بتفكر تفكير هندسي بتعمل موديل وديزاين وريكوايرمنتس كواليتي والحاجات دي كلها، لان التفكير الهندسي ليه قصه لوحده، ان انت بتحاول تعمل كونفورم للريكوايرمنتس المطلوبه منك في المنتج بتاعك. اما التفكير العلمي انت بتحاول تجاوب على اسئله ودرو كونكلوجن، يعني الموضوع كله موضوع كويستشن وفروض والكلام ده كله. هو ده الفرق بينهم الاثنين. لو انا حبيت لك اكبر لك الموضوع عشان يبقى انا برضو قلت لك الموضوع على بعضيه، هتلاقي ان التفكير العلمي زي ما وضحت لك بالظبط، التفكير العلمي هو اسك كويستشنز، اما التفكير الهندسي انك انت بتعمل ايه، ديفاين بروبلم. الاثنين بيعملوا ريسيرش. التفكير العلمي بيحط فروض، لكن التفكير الهندسي المفروض منه ريكوايرمنت، متطلبات. اللي بيحصل بعد كده ان هو بيمشي في السكه دي، وبعد كده بيوصل الى بيشوف بعد كده هو يس او نو، ويرجع تاني يفرض فروض تانيه والكلام ده كله، ويطلع في الاخر ببيبر او بحث او حاجه او اختراع. لكن التفكير الهندسي، التفكير الهندسي برضه بيعمل نفس الكلام، برين ستورمنج، وبيطلع منتج، لكن في الاخر بيسال نفسه هل المنتج ده ميت الريكوايرمنتس ولا دونت ميت الريكوايرمنتس. في الحالتين لو ميت الريكوايرمنتس بيقدمه للمجتمع، لو دونت ميت الريكوايرمنتس بيرجع تاني ويخش تاني ويرجع تاني ويقعد يصلح فيه ويرجع وهكذا. فتلاقي ان التفكير الهندسي والتفكير اللي انا عاوز ايه هو الكونكلوجن من القعده دي؟ الكونكلوجن اللي انا عاوز اقول لك، اللي انت لما بتفكر تفكير هندسي او بتفكر تفكير علمي او بتفكر تفكير نقدي، يعني كل دي انواع للتفكير فيها فروق بسيطه، لكن كلها هتلاقي فيها الحته بتاعه الديفاين البروبلم، هتلاقي الحته فيها بتاعه الكويستشنز، يعني كلها في الاخر بتعتمد على انك انت تسال سؤال، انك انت تعرف مشكله. وتلاقي كل الانواع كل انواع التحسين او البحث او الساينتفك ميثود او اي حاجه بتعتمد على الكونتينوس، يعني في فيدباك دايما، دايما تلاقي في فيدباك، دايما تلاقي في فيدباك، هو ربنا خلقها كده. فدايما تلاقي الناس كلها اللي بتعمل اي اسلوب للتحسين سواء في المانجمنت، سواء في الكواليتي، سواء في اي حاجه، تلاقي ده عباره عن دوائر. يقول لك ديمينج سيركل، مش عارف شورت سيركل، سيكس سيجما سيركل، اكتب كلمه سيركل كده ومانجمنت هتلاقي فيه ياما انواع سيركل موجوده، وياما انواع وطرق موجوده، كلها بتعتمد على الكونتينوس امبروفمنت، كلها بتعتمد على الاكت، كلها بتعتمد على الكنترول، كلها بتلف ورا بعضيها، كلها بتلف ورا بعضيها. طبعا في عجاله انا وضحت لك بسرعه ايه هو انواع التفكير، وايه هو الكريتيكال ثينكينج، وايه هو اللي انت المفروض تعمله عشان ترفع الكريتيكال ثينكينج بتاعك. الخلاصه يا جماعه ان انت لازم يكون عندك، لازم تقرا كتير، ان انت لازم تتعلم كتير، ان انت لازم، انت شغال في مجال لازم تقعد تقرا فيه، ولازم تبقى ستيت اوف ذا ارت ودايما مطلع على اخر حاجه، تقرا ارتكلز عليه، تقرا كتب عليه، تتعلم، تاخد شهادات فيه وهكذا. هو ده الهدف من الموضوع، ان انت لن يصبح او لن تمتلك الكريتيكال ثينكينج الا بالنوليدج. The more knowledge you have the more critical thinking you gain, او the more knowledge you accumulate the more critical thinking you gain. الكريتيكال ثينكينج لا ياتي الا بالنوليدج، والنوليدج لا تاتي الا بالقراءه وبالكتب وانك انت تتعلم وتاخد سيرتيفيكتس وهكذا. طبعا اتمنى
ان انا اكون يعني في حوالي 50 دقيقه ولا حاجه قلت لك اللي عندي، بحيث ان انت تستفاد من اللي انا قلته. يعني خلاصه الكلام يا جماعه، كيب انك كيب ريدنج، كيب يعني كيب اديوكيشن، كيب ليرنينج، دايما خلي التعليم، خلي القراءه اساس في حياتك. طبعا لو في حد عنده اي اسئله او عاوز يسالني في اي حاجه في اللي انا قلته، تكون حاجه ظريفه. انا في عجاله كده بسرعه اخترت موضوع الكريتيكال ثينكينج عشان اخرجكم شويه من موضوع المينتننس والليبيليتي والكلام ده كله، بحيث ان انتوا الناس يعني ما تملش من موضوع المينتننس والكلام ده كله. لو في حد فيكم محتاج اي مواضيع او اي حاجه عاوزين نتكلم فيها في الايفنتات بتاع كل يوم خميس دي، يكتب لنا على الصفحه او يعني يبعت على الايميل او يبعت على الصفحه اللي هي بتاعتي اللي هي قدامكم دي، ياسر شعبان دي، او عاوز على لينكد ان برضو اتس اوكي، زي ما هو عاوز يعني يبعت لي في اي لحظه، انا ما عنديش اي مشاكل. لو حد فيكم عنده اي اسئله وعاوز يسال اتس اوكي. حد بيقول لي هنا از سترونج ريليشن شيب بتوين كريتيكال ثينكينج اند ديسيجن ميكينج. طبعا الكريتيكال ثينكينج والديسيجن ميكينج طبعا هم يعني يعتبروا حاجه واحده، يعني هم الاثنين زي ما قلت لك ايديهم في ايدين بعض. حبيبي ربنا يحفظك، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا، وربنا يعني يجعلنا دايما في الخير. اي مواضيع محتاجينها ممكن تتواصلوا معايا، ومفيش اي مشكله خالص، تحت امركم. طبعا في مصادر كتير موجوده على النت على موضوع الكريتيكال ثينكينج، وفي كتب اصلا بتتكلم على الكريتيكال ثينكينج يا حسين لو انت عاوز، موجوده كلها على يعني اكتب بس انت كريتيكال ثينكينج بوك، في كتب كتير قوي. انا عندي كتب كريتيكال ثينكينج كتير، لو يعني موجود مصادر كتير في الكريتيكال ثينكينج يعني. شكرا جزيلا لكم يا شباب، واتمنى تكون المحاضره عجبتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم تاني في ايفنتات تانيه. لو انتوا قولوا لي على الصفحه انتوا عاوزين ايه، يعني ايه هي الايفنتس اللي انتوا محتاجين نتكلم فيها معاكم، بحيث يبقى انا عارف انتوا عاوزين ايه او محتاجين ايه. شكرا جزيلا ليكم، جزاكم الله خيرا، وبشكر كل الناس اللي جات وحضرت، واشوفكم ان شاء الله باذن الله الخميس الجاي في ايفنت جديد، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم.